كيف الجميل أنك تشاهد هذا الفيديو، لأنني يا صديقي العزيز قررت أن أستثمر بعض المال مع شخص شاب أو شابة لديه طموح، لديه فكرة مشروع، لديه مجموعة من الخصائص. فإذا كانت تتوفر فيك هذه الخصائص فلتسارع بالتواصل معي عبر الواتساب أو الهاتف التي تجده في آخر الفيديو لكي نبدأ العمل. فأنا شغوف من أن ألتقي بذلك الشخص الذي يريد النجاح، شخص منظم لديه فكر منظم، لديه فكرة مشروع. أنا سأصارحكم أنني لدي ميول للمشاريع الفلاحية، لكن أي مشروع سأقوم بدراسته معك. يجب أن تعد دراسة، لا أريد دراسة متقنة 100%، فقط تخبرني عن الأشياء التي سأسألك عنها. يجب أنت أن تطرح هذه الأسئلة على نفسك. أي شخص يريد أن يشترك معك في مشروع، أول شيء تخبره باسم المشروع، يعني ما هي فكرة المشروع، المبلغ المستثمر الذي يحتاجه هذا المشروع، الأرباح المتوقعة، مدة الاسترداد، يعني في ما هو الوقت الذي سنحتاجه لأسترد الأموال التي استثمرتها. إذا كان مشروع تجاري، ما هو، كيف سنحصل على المنتج، كيف سيتم تسويقه، ما هي الفئة المستهدفة إلى آخره. حينما تعد هذه المعلومات وتكتبها في ورقة تتصل بي. قبل أن تفعل هذا الأمر لا تتصل بي، لأني سأسألك هذه الأسئلة وإذا تجيب على هذا فهذا يدل على أنك غير منظم وشخص فقط تريد أن تعبد. أنا الذي يريد أن يشتغل فإنه يكلف نفسه عناء قيام بمجهود لحصول على هذه المعلومات، قيام بمشروع مربح لكلا الطرفين إن شاء الله. السلام عليكم.